قبل كم اسبوع كنت اتصفح تويتر والحين المفروض نسميه تطبيق اكس، ولقيت واحدة من التويتات الغريبة من حساب اليوتيوب العربي يتكلم فيه عن اكثر مقاطع مشاهدة في تاريخ اليوتيوب. الفيديو الاكثر مشاهدة في تاريخ اليوتيوب كله هو اغنية بيبي شارك ب 13 مليار مشاهدة، يعني اكثر من سكان العالم بخمسة مليار تقريبا. والفيديو العربي الاكثر مشاهدة هو لانشودة اسمه هصيصان شو حلوين. واول شيء لاحظته انه هذه المقطعين كلها مقاطع موجهة للاطفال، وهذا يعني انه اليوتيوب يحكمونه الاطفال. بس مو المفروض ان يوتيوب تكون منصة 13 سنة وفوق، ليش الاطفال قاعدين يحكمون المنصة دي؟ هذا الشيء خلاني ابحث اكثر بالموضوع اشوف شو السالفة. Developing brain of young children and teens. أطفالك قاعد يتفرج مقاطع أطفال قاعد يطلع لهم هذا الشيء. Cartoon characters get together and they become like sexualized. We're starting to see an increase in ADHD. تذكرون سنة 2019 FTS لما غرمت اليوتيوب 170 مليون دولار لأنه يوتيوب كانوا جالسين يسوون أبحاث عن الأطفال أو عن الأشياء اللي يتابعونها الأطفال، ومن بعدها دخلت كوبا وحطت عقوبات اكثر على يوتيوب، ومن بينها انه صناع المحتوى صار اي فيديو ينزلونه لازم يوضحون اذا كان هذا الفيديو موجه للاطفال ولا لا، واذا كان هذا الفيديو موجه للاطفال فيتحول لمنصه ثانيه اللي هي يوتيوب كيدز، وهذه المنصه تعتبر نوعا ما منفصله عن اليوتيوب الاساسي، تكون بس مختصه للاطفال. يوتيوب they use these cookies right which tracks where you move and where you go on the internet. They track children on the internet and then targeted ads towards them making millions of dollars in the process. الموضوع كان كبير لدرجه ان المتحدث الرسمي باسم الاف تي سي طلع وقال انه اي صانع محتوى يخالف هذه القوانين راح يتم تغريمه 42,000 دولار. يتخيل لو انا فجاه قررت اسوي فيديو مو للأطفال بس إني قلت إنه لا ينفع للأطفال ممكن أتغرب 42,000 دولار. Think of is the expression about shooting fish in a barrel. YouTube is the barrel and the content creators are the fish. بس من بعد هذا التصريح اختفى الموضوع، ما قد سمعت إنه في أي صانع محتوى أخذ هذه الغرامة، وما نعرف إيش ليش هذه العقوبات فرضت، وما نعرف إيش تأثيرها بالضبط على اليوتيوب. أكثر ناس تضرروا من هذا الموضوع هم أصلاً صناع محتوى الأطفال، لأنه في ميزات كثيرة انشالت منهم. من بينها انه الكومنتات ما عاد صارت موجوده، جرس التنبيهات ما عاد صار موجود، الانفو كارد ما عاد صار موجود، الاعلانات الشخصيه اللي تقدر تسويها للقناه ما عاد تقدر تسويها، الاعلانات اللي تظهر قبل المقطع صار ممنوع تسويها، حتى البطاقه اللي في النهايه اللي هي الاوترو صار ممنوع تحط، حتى ان يوتيوب قال انه صناع محتوى الاطفال راح يواجهون نقص كبير في الارباح. Those videos won't show personalized ads. So some creators may see a decrease in revenue. المفروض بعد هذه القوانين نبدأ نشوف كيف إن يوتيوب صار ناضج أكثر، وكيف إن الأطفال صاروا مختفين وكلهم راحوا على يوتيوب كيدز. بس هذا الشيء ما صار إلى الآن، الأطفال موجودين بيوتيوب إلى الآن، الأطفال هم اللي يحكمون اليوتيوب. أتوقع لو دخلت يوتيوب راح تلاقي محتويات كثيرة موجهة للأطفال، وهذا الموضوع يعتبر مصيب. كثير من صناع المحتوى عندنا شفتهم يشتكون من هذا الموضوع، على إنه الأهالي قاعدين يكلمونهم يحذرونهم من ذا الشيء، وإنه في مجموعة كبيرة من الأطفال يتابعونهم. فصناع المحتوى عندنا كان يحسون بشعور مسؤولية المفروض إنه ما كان يحسون فيه، لأنه اليوتيوب مو موجه للأطفال. وأنا بالنسبة لي مستغرب بشكل كبير من هذا الموضوع، إنه كيف الأهالي هذول قاعدين يسمحون للصغار هذول يخشون اليوتيوب. في الغالب إنه مو معارفين إيش الأشياء اللي فعليا موجودة يوتيوب، وهذه من الاسباب اللي خلتني اسوي هذا الفيديو. منصة يوتيوب غريبة، ما تبغاك تسوي محتوى 18 سنة وفوق، بس لا تسوي محتوى اقل من 13 سنة، يبغونك تمشي كذا في المكان هذا اللي في النص اللي ما بين ال 13 و17 سنة، إذا قدرت تسوي محتوى لهذه الفئة يوتيوب حيكونوا مرة مبسوطين منك. لكن اللي أقدر أقول لك عليه إنه في محتويات غير مناسبة أبداً للأطفال، فلو كنت أحسب إنه بندرتا وبفل هم الوحيدين الموجودين في اليوتيوب هذا الشيء خاطئ تماماً، لأنه هذه المنصة العمر 13 سنة وفوق، فمن الطبيعي جداً إنه يوتيوب يقترح للطفل هذا محتويات لذا السن اللي ما تكون مناسبة له. تعرف قديش صعب انك تروح تكلم كل الناس غيروا محتوياتهم؟ خلونا نبحر شويه في بحر اليوتيوب ونشوف المحتويات الرهيبه اللي موجوده فيه اللي ابدا ما تناسب اي طفل في الحياه. Friends, this is how hairy my right armpit is right now. اول شيء لازم تعرفوا بيوتيوب انهم يسمحون بالمحتوى التعليمي والتثقيفي، وانا عارف انك اول ما تسمع ذي المعلومه تقول اوه كويس الاطفال راح يتعلمون، بس صدقني ما تبغى اولادك يتعلمون كذي الاشياء. احنا نتكلم عن اشخاص مشهورين جدا بعلاقتهم لجسامهم، اول ما تشوف هذا المحتوى تقول اكيد يوتيوب مو عارفين عن السالفه، اول ما يدرون راح يضيفون ذا الفيديو، لكن الفيديو هذا حاصل على 41 مليون مشاهده، والرجال داعس قاعد يسوي لك
محتويات أكثر عن حلاقة أعضاء ثانية في جسمه. فإذا كنت تعتقد أنه يوتيوب راح يحذفون ذا المحتوى، في الغالب ما راح يحذفونه لأنهم يشوفون أنه محتوى تثقيفي وراح يساعد بعض الناس. ما أعرف مين ممكن يساعد، بس أنا متأكد أنه ما راح يساعد طفلك. وهذا مثال واحد بس من محتوى التعليم والتثقيفي. لو رحت بحثت أكثر في الموضوع حتلاقي محتويات أكثر مهي مناسبة للأطفال، ويوتيوب يسمحون بذا الشيء في النهاية. حاليا إحنا باقي في السطح، باقي ما دخلنا عميق. خلينا نخش شوي عميق ونتكلم عن سالفة اشتهرت قبل 5 سنوات، اللي هي سالفة إلسا جيت. لو ما تعرف إلسا جيت وما قد سمعت عنها ابدا في حياتك، هي سالفة صارت تقريبا ب 2017، واللي كان فيها مجموعة غريبة من صناع المحتوى يدسون مقاطع اباحية بين مقاطع الاطفال. احنا ما نتكلم عن مقطع او مقطعين او ثلاث، احنا نتكلم عن ترند كامل، بحر كامل من المحتويات. They actually eat shit from a fucking toilet. The thumbnail doesn't even try to conceal this shit. Like the babies fall and the beer bottle flies through the air and hits the baby in the head and cuts the baby's head open and blood's all over the place. Hey, this video of Elsa apparently sick and Anna is trying take care of her. Also then Anna kisses Elsa. That video has 7.8 million views and it is not even close to being their biggest. If you can see closely, it's Mickey Mouse pissing. She is taking Mickey Mouse's pee, somehow siphoning it upwards. اول ما بدأ الترند كان متسوس شوية، كانوا يحطوا لك ثمنيلات بالوان فاقعة زي الاشياء اللي يسوونها اليوتيوبرز عندنا الان، ويجذبون الاطفال بحيث انهم يدخلون مقاطعهم. اول ما الطفل يخش المقطع يبدأ يشوف الامور الاباحية هذه في وسط الفيديو، وكانوا دائما يستخدمون شخصيتين معروفة واللي هي إلسا من فيلم فروزن وشخصية سبايدر مان، متخلفين هذول الصيدين جوالوا العام. كل حاجة خطأ ممكن تتخيلها في الحياة راح تلاقيها في ذا المحتوى. ما استهبل، كل شيء ممكن تتخيله خطأ، لدرجة انه هذول الناس اللي كانوا يسوون المحتوى ذي صاروا يحطونها حتى في الثمنيل، يحطونها كذا واضحة للناس كلها، عاد تقدر تشوف ايش قاعد يصير في المحتوى الوسخ ذا من برا. فاليوتيوب كانت تواجه ضغوطات كثيرة بذيك الفترة، بس كانت تطنش الموضوع لين ما طلع مقال في مجلة نيويورك تايمز تتكلم عن الموضوع. طلعت واحدة من الامهات تشتكي تقول انه بنتها اصابتها صدمة لانها شافت محتوى إباحي جدا بين شخصية إلسا جيت وسبايدر مان. وأخيرا من بعد هذا المقال واحد من فريق يوتيوب طلع وتكلم عن الموضوع، ورد يوتيوب عن السالفة إنه الخوارزميات هي اللي تحدد إذا كان هذا المحتوى مناسب للأطفال أو لا، وإنه يوتيوب كيدز يعتبر منصة مراقبة بشكل أكبر. كأنه جالس يقول خلوا أولادكم يروحون يوتيوب كيدز، إحنا ما لنا دخل، هذه منصة مو مناسبة لهم. بعد فترة أخيرا المعلنين قرروا يسحبون إعلاناتهم من يوتيوب عشان ما يبغون البراند حقهم يكون مرتبط بهذه المحتويات. هنا يوتيوب خضعت أخيرا وسوت مجزرة كاملة لهذه القنوات، أبادتهم إبادة كاملة شاملة، حذفت كل شيء متعلق بمحتوى إلسا جيت بس عشان يرجعون هذول المعلنين للمنصة، لأنه في النهاية أهم شيء عند الشركات هو الفلوس. للأسف الموضوع ما يوقف هنا، لأنه حاليا في موجة ثانية من محتوى إلسا جيت قاعد تصير ذي السنة، وفي كثير من اليوتيوبرز بدوا يتكلمون عن هذا الموضوع ويحاولون يظهرون اليوتيوب ذا الشيء حتى اليوتيوب يحذفون هذا المحتوى. موجة إلسا جيت الثانية غريبة لأنه قاعدين يستخدمون شخصيات مشهورة حاليا، والمشكلة الأكبر واللي كثير قاعدين يشتكون منها أنه هذه المحتويات كل مرة تتقفل يرجعون يفتحون قنوات جديدة ويرجعون يكسبون سبسكرايبرز ومشاهدات أكثر ويكسبون من هذا المحتوى. Oh, this is in Arabia, boys. This is not in the U.S. of A. I can see where this comedy is originating from. أتذكر واحدة من الترندات اللي صارت بسنة 2018-2019 هو تحدي اليوغا، واللي كان ببساطة إنه في أطفال يحاولون يمارسون رياضة اليوغا، والكومنتات وقتها كانت ما استهبل لما أقول لك ما كنت ألاقي ولا كومنت واحد طبيعي، كل الكومنتات كانت عبارة عن تحرشات في هذول الأطفال، وهذا من الأشياء اللي خلت يوتيوب يقفلون الكومنتات للمحتوى الأطفال حتى العينات هذه والتحرشات هذه تتوقف تمام. المشكلة الأكبر في يوتيوب هي طريقة الفرز، كيف يوتيوب يعرفون أن هذا كان محتوى للأطفال ولا لا؟ هو من خلال ذكاء اصطناعي. وخليني اقول لك لو كان في شيء غبي في يوتيوب من جد هو الذكاء الاصطناعي، ما قد شفت في حياتي كلها يوتيوبر ما قد اشتكى من الذكاء الاصطناعي. حاليا قنوات الانيميشن اللي موجوده في اليوتيوب اساسا يعانون من هذه المشكله كثير، من المقاطع اللي ينزلونها يوتيوب يقرر انها موجهه للاطفال بس عشانها رسومات، هذا غير المحتويات الثانيه والعلامه الصفراء والغباء اللي قاعد يصير. فجاه البوت الغبي هذا قرر انه محتواك مو مناسب للمعلنين ومحتواك ما في ولا شيء، وتضطر تسوي أبيل غبي لليوتيوب، تنتظر يوم كامل لين يردوا لك عشان يصلحون المقطع. صدقني اسأل أي يوتيوبر قل له ايش رايك في الذكاء الاصطناعي حق يوتيوب، راح يقول لك هو أغبى شيء. فتخيل انك تحط ثقتك كاملة في ذكاء اصطناعي غبي.
في منصات ثانية زي تيك توك مثلا عندهم فريق كامل مختص بانه يدرج هذه المحتويات للناس، واي محتوى غير مناسب يحذفوا على طول. بشر حقيقيين مو بوتات يشتغلون ويخبصون المنصة. لكن حتى لو تكلمنا عن محتوى الشورتس فهو برضه بحد ذاته خطر على الاطفال. يا عمي خطر على الكبار، نكذب على بعض. ما ادري اذا يوم من الايام قد سمعت حاجه اسمها تيك توك برين، وهو انه كيف انه العقل قل مقدار التركيز عنده، صار ما يقدر يركز لفترات طويله. هذه حاله صحيه حقيقيه، وانا متاكد انه الناس اللي تتابع مقاطع شورتس وتتابع تيك توك كثير فاهمين بالضبط ان ايش قاعد اقول. Yeah, so what happens is we're starting to see an increase in ADHD. You're less likely to be able to focus, have longer periods of attention and concentration. Reading seems boring. Even watching a movie, they say, is starting to seem boring to kids because it's just too long. They don't have the attention span for it. في الغالب هذه الدراسات لما نقراها في الانترنت ما صدقها، حسها كذب. لأن زمان يوم كنت صغير كنت أسمع كثير عن كيف إنه الألعاب ممكن تخليك إرهابي ولا تخليك مدريش، وكل الدراسات ذي كانت كذب. ما شفت أي حاجة من الأشياء اللي قاعد يقولونها تصير على أرض الواقع. لكن فعليا محتوى الشورتس قاعد أشوف تأثيره علي. فعليا صرت أمل من المحتوى الطويل، صار صعب علي أني أتعلم أشياء جديدة. أتذكر قبل فترة شفت فيلم اسمه إديوكراسي، يتكلم عن شخص متوسط الذكاء يسافر للمستقبل، كيف أنه العالم في المستقبل يصيرون أغبياء لدرجة أنه الشخص اللي في زمننا هذا متوسط الذكاء يعتبر عبقري في زمنهم. وقتها قاعد أقول كيف ممكن البشر يصيرون أغبياء؟ خليني اقول لك محتوى الشورتس ولح خلينا اغبياء. ولو هذه الامور كلها باقي ما اقنعتك، خلينا نتكلم عن اعلانات اليوتيوب. قبل فتره ما هي طويله كان الكثير يشتكون من اعلانات اليوتيوب انهم كانوا يظهروا لهم مقاطع اباحيه. الموضوع قاعد يزيد اكثر واكثر بتويتر لين ما تحول لهاشتاج، والضغط صار يزيد على يوتيوب بشكل اكبر لين ما جاهم تهديد من الهيئه انهم راح يقفلون يوتيوب من بعض المناطق العربيه. بعدها يوتيوب قالوا اوه خليني نحذف هذه الاعلانات، ما هي مناسبه لكم، احنا نعتذر. الشركات ما راح تتحرك الا لما تتاثر مبيعاتهم. فلوس اهم شيء عند الشركات مره ثانيه. حتى الاعلانات اللي ممكن الطفل يتابعها في اليوتيوب ممكن يكون فيها كراكس، ومن هذا الكراكس ممكن يتسرب واحد مقاطع اباحيه اللي واحد من الأطفال ممكن يشوف. إذا هذا المقطع يعتبر مزعج ومسيء للكبار، فما بالك طفل مو دارش السالفة فجأة قاعد يطلع له هذا الفيديو قدام من إعلان. عشان كذا لما نسمع واحد من الأهالي يشتكون من صناع المحتوى إنهم قاعدين يحطون محتويات غير مناسبة للأطفال أتفاجأ الصراحة بشكل كبير. أعرف إنه بعضهم يحسبون إنه اليوتيوب زي طيور الجنة، ما في ولا شيء وسخ، كل حاجة محترمة، بس هذا الشيء غلط. يوتيوب منصة خطيرة بشكل كبير، وصعب جدا تتحكم في كل الناس الموجودين في المنصة هذه حتى يعطوك المحتوى المناسب للأطفال. في منصات تعتبر أأمن للأطفال زي يوتيوب كيدز، زي ما قال حق يوتيوب تعتبر مراقبة بشكل أكبر. والمشكلة انه حتى يوتيوب كيدز عليه ملاحظات طلعت قبل فترة. الموضوع سياسي بشكل كبير، واللي هو سالفة الاجندة والدعم الملونين اللي كانت تصير في بعض الاعمال اللي كانت موجودة في يوتيوب كيدز. فحتى يوتيوب كيدز لازم تتأكد من هذه المحتويات قبل لا يشوفها الطفل. المرة ثانية الانترنت كله خطير على الاطفال، احنا مو بس نتكلم عن اليوتيوب، احنا قاعدين نعيش بفترة صعبة، ومن جد تربية الاطفال صار تحدي كبير على الاهالي. واتمنى هذا الفيديو يوضح لكم هذا الشيء. اتوقع احنا اخر جيل عاش بدون انترنت، ف فعليا تأثير الانترنت مجهول على الأطفال إلى الآن. لكن أتمنى هذا الفيديو يقلل الضرر قدر المستطاع إذا كان في ضرر أصلا. أتمنى أنك استمتعت بالمشاهدة، ونراك بإذن الله في المقاطع القادمة.